بعد ما مشيت من الزمالك تألقت في اكتر من فريق، حرصت اهداف كتير، انتاج حربي ويمكن برضو مع الجونه، مونديال روسيا، كوبر، وقتها انت كنت متألق جدا واحرزت اهداف كتير، كان ليك بوست شهير حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنت على كوبر؟ مش على كوبر انا، يعني هو حسبي الله ونعم الوكيل دي ان انا يعني انا بحاسبن على اي حد ظلمني يعني انت انا حسيت انا كنت حسبنك كان موجود كوبر، وكان موجود يعني في الوقت ده اصلا، يعني انا كنت رايح الكلام كلموني ان فانت رايح وفجاه لقيت نفسك ما روحتش، فانت عرفت ان انت رايح وكسرت الدنيا وبقيت تدوس على نفسك اكتر وكده، وكنت تستحق ان انت تبقى لازم تبقى موجود فما روحتش، فده يعني انا يعني هي طلعت كده مني، فخلاص يعني الحمد لله مسامح اي حد يعني. الاختيار كان بالالوان، انت مش اهلي وزمالك او اسماعيلي، هي ممكن اللي في الوقت ده، لو انا كنت في الوقت ده جايب 17 جون في الدوري مع الكابتن حلمي طولاب، فلو انا موجود في الوقت ده مع 10 جون وانا في الاهلي او في الزمالك كنت رحت. مروان محسن ظهر في مونديال روسيا، او لا؟ خالد قمر كان يستحق الفرصه اكتر من مروان محسن؟ لا انا ما مروان لعيب كويس وكل حاجه، كنت ممكن ابقى موجود يعني، انا كنت ممكن في الوقت ده ابقى موجود معاهم يعني،